لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من معبر رفح عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. عبد المنعم أرحب بك. إذن ما هي آخر الأخبار عندك خاصة مع هذه الأنباء عن منع قوات الاحتلال دخول مزيد من المساعدات لأهالي القطاع؟ أهلا فيروز. لليوم الثاني على التوالي تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي الشاحنات الحاملات للمساعدات الإنسانية من المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية وشاحنات المحملة بالوقود من الدخول إلى قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم، المنفذ الذي يعمل بشكل مؤقت لدخول هذه المساعدات بناء على الاتفاق المصري الأمريكي بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة بشكل مؤقت. منعت الشاحنات الحاملات لأي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية من الدخول إلى قطاع غزة، وهذا من ضمن العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عملية دخول المساعدات الإنسانية، قيود مشددة وحصار خانق على القطاع منذ 7 أكتوبر، وزاد هذا الحصار بعد احتلال دولة الاحتلال لمنفذ رفح من الجانب الفلسطيني وحولته إلى ثكنة عسكرية تدير منها عملياتها في أقصى جنوبي القطاع. هذه ليست المرة الأولى لمنع الشاحنات الحاملات من الدخول إلى قطاع غزة لمرات كثيرة، وخاصة في الفترة الأخيرة أصبح المنفذ يغلق بشكل كبير. منفذ كرم أبو سالم أصبح يوصد كثيرا أمام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، يكاد يعمل 2 أو 3 في الأسبوع الواحد، وهذا من ضمن التعنت الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات الإنسانية في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر من نقص الغذاء ونقص الدواء ونقص المستلزمات الطبية الداخلة إلى القطاع، وتحديدا المستلزمات الطبية شحت من الدخول إلى القطاع بسبب العراقيل والتعنت الإسرائيلي أمام عملية دخول هذا النوع الهام من المساعدات الإنسانية وهي المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الحصار الخانق المفروض على المستلزمات الطبية والمفروض أيضا على المواد الغذائية، بالإضافة إلى عملية الوقود، هذه العملية الحيوية اللازمة لإعادة جزء من الحياة إلى قطاع غزة فيما يتعلق بالعمليات الجراحية المؤجلة بسبب نقص الوقود وسبب نقص المستلزمات الطبية داخل إلى القطاع بسبب العراقيل والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة. أما فيروز أخيرا وحتى لا أطيل عليك فيما ترمى إلى أسماعنا من الاشتباكات من الجانب الآخر في مدينة رفح الفلسطينية وبالتحديد المناطق الشرقية، ونحن نقف هنا في أقصى نقطة للحدود المصرية نرصد منذ صبيحة هذا اليوم أدخنة كثيفة وعمليات واشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحديد من المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى استمرار القصف الإسرائيلي لهذه المناطق و تصاعد أعمدة الدخان البيضاء التي على ما يبدو أنها استمرار لعملية نسف المنازل في هذه المنطقة، بالإضافة أيضا إلى اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي. إليك فيروز من معبر رفح من الجانب المصري. عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.